المسألة بقى ايه النهاردة لما تلاقي هذا الاحتفال بهذا الشكل اللي بيعبر عن حيوية البلد، تبقى كمان منتبه وانت بتتابع خبر مهم جدا النهاردة. كان حديث الصحف العالمية ووكالات الانباء العالمية انه الادارة الامريكية، ادارة الرئيس ترامب، وجهت بضرورة ادراج جماعة الاخوان على قائمة المنظمات الارهابية العالمية. اجتمع الرئيس ترامب مع عدد من معاونيه في المجال الامني، سواء من المخابرات الامريكية او وزارة الخارجية الامريكية، وتناقشوا في ضرورة انه الكونجرس يدرج جماعة الاخوان على قائمة المنظمات الارهابية العالمية. ده يرتب ايه؟ يرتب كتير جدا، لانه اذا تم ادراجها من امريكا تحديدا فهتبقى دي فعليا بداية النهاية لجماعة ارهابية لا تريد ان تموت ابدا. ما تقدرش تفصل هذا التوجه عند الرئيس ترامب عن الزيارة الأخيرة اللي قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية. مصر هنا تدرج الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، وده حاصل من السعودية وده حاصل من الإمارات. فالرئيس شرح أكتر لأنه هو طرح الموضوع ده على الإدارة الأمريكية قبل كده، لكن في الزيارة الأخيرة شرح أكتر ما الذي اقترفته هذه الجماعة، ليس في مصر فقط ولكن في عدد من الدول المجاورة. وكان رد الرئيس ترامب على الرئيس عبد الفتاح السيسي انه هذا امر منطقي جدا. ولانه ترامب رغم مشاكله يعني اللي عاملها، لكن هو بينفذ ما يقوله. فيبدو ان احنا امام حدث ضخم خلال الايام القادمه عندما يتم الاعلان عن ادراج جماعه الاخوان على قائمه المنظمات الارهابيه العالميه. وعايز اقول لحضراتكم انه من كرم ربنا ان احنا بنخلص من هذه الجماعات.